معي على الهاتف الأستاذ محمد مازن منتج الفيلم. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ. أهلا بيك. يعني موسم مهم، موسم نص السنة ونازل فيه عدد من الأفلام برضو المعقولة جدا. الفيلم عامل إيه لحد دلوقتي؟ والله الحمد لله الفيلم لحد دلوقتي بينافس وإن شاء الله هيحقق نجاح بإذن الله. بإذن الله انتوا بقالكم قد ايه نازلين؟ احنا دلوقتي نازلين تقريبا من يوم، بقالنا دلوقتي حوالي 5 ايام بالظبط، خمس خمس ايام ايام نازلين الفيلم. وبتقدر تقولي كام عملتوا، كام لحد دلوقتي؟ لا موضوع الايرادات ده لسه شويه عليه طبعا، هو ان شاء الله احنا بننافس جامد بس ان شاء الله، وكل يوم جديد عن اليوم اللي قبله، وان شاء الله نبقى افضل الفتره الجايه باذن الله. انت مستهدف مين في من الجمهور في الفيلم ده؟ بص اتفضل. بصي احنا في الحقيقه احنا كشركه انتاج لما قررنا ان احنا نعمل عمل، فكرنا احنا نعمل عمل محترم بنستهدف فيه الاسر، بنستهدف فيه الشباب برضو، بنحترم عقليه الجمهور جدا، وعشان كده لما اتعرض علينا الفيلم يعني قررنا احنا نعمله على طول، لانه هو سكريبت مكتوب حنكه كويس جدا، وطبعا كان اختيار ابطال العمل احمد عيد وايتن عامر والمجموعه الموجوده كلها، بلس طبعا المخرج خالد الحلفاوي. عملنا عمل كويس جدا يحترم بيه عقليه الناس. يعني ده الانتاج الاول ليك يا مازن؟ ده اول انتاج فينا. ده اول انتاج لينا. طيب الف مبروك. وهل تكلفه الفيلم يعني شايف ان انت هتخرج ايه، خسران كسبان ايه؟ موضوع الخساره والمكسب ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده اول حاجه طبعا. ثاني حاجه احنا يهمنا بس ان احنا نخش المجال دوت باذن الله، نعمل صناعه سينما محترمه. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ انا شايفه ان في منتجين جدد كتير في السينما، فانا عايز اسالك ليه داخل تنتج؟ والله لا بصي احنا، انا الموضوع ده انا بحبه من زمان جدا، وبعدين ما قررت اخد الخطوه ديت قرر ان احنا ناخدها بشكل يليق بالناس. يعني من موضوع الايرادات او موضوع ان احنا نكسب او نخسر ده ما كانش في حسابي رقم واحد، احنا في حسابنا رقم واحد ان احنا نعمل حاجه فيها صناعه سينما بنقدمها للناس بشكل محترم، وبعد كده بقى موضوع الايرادات وموضوع المكاسب والكلام ده كله توفيق من ربنا زي ما قلت لحضرتك. يعني اتمنى لكم التوفيق. محمد مازن منتج فيلم خلاويص.